بحال شنو تقول لنا على انضمامك لفريق الوداد الرياضي؟ الحمد لله جيت الوداد البيضاوي، جيت الوداد البيضاوي فريق كبير، وانا فرحان بزاف، فرحان على الجمهور اللي كان طلبني بزاف الوداد البيضاوي. كانت عندك عروض اجنبيه كثيره وفضلتي انك تجي الوداد، واش يمكن مشاركه الوداد في عصبه الابطال الافريقيه خلاتك انك تفضل انك توقع الوداد؟ الحمد لله انا كنت باقي خصني جيت شويه في المغرب، وان شاء الله يا ربي باقي شي حاجه بعيده ان شاء الله. شنو طموحك تحت قميص فريق الوداد البيضاوي؟ ان شاء الله انا كنت كنتمنى نجي نلعب في الوداد البيضاوي واحد عام وعامين. حنا تنعرفوا انك كنتي ودادي من الصغر وكنتي تتفرج في المباريات. عزيز عليا وداد صحاب. عندك شي احلام تفوز بالالقاب؟ ضروري وضروري خصني نفوز بالالقاب مع الوداد البيضاوي. وشنو تقول للجمهور، الجمهور اللي ساهم بشكل كبير؟ الجمهور نفرحوا بشي لقب ان شاء الله وديما وداد. شكرا. هشام العمراني اهلا بك في الوداد، اهلا بك في وداد.com. شنو تقول لنا التحاقك فريق الوداد الرياضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فالتحاق ديالي بفريق الوداد شرف كبير لي انا بالطبع، انني التحاق فريق كبير وفريق عريق وفريق ديال الالقاب والمكونات ديالو. كان التحاق ديالي غادي يكون كما قلت في الميركاتو الشتوي اللي فات، كانت هناك النيه ديال المكتب المسير فريق المغرب الاسطواني انني نبقى في فريق الحاج الفريق ليا، فما ترددتش. هذا الموسم هذا جاء عرض من فريق الوداد البيضاوي، الحمد لله انني قبلت انني التحق بالفريق. نتمنى ان شاء الله انني نكون في الصوت والتطلعات ديال جميع مكونات فريق. هشام، واش تواجد عناصر ثلاثه اللي جاورتيها فرق سابقه وهذا في المنتخبات الوطنيه، سعيد فتاح، يوسف رابح وكذلك محسن ياجور، شجعك على انك تلتحق بفريق الوداد؟ بطبيعه الحال مع جميع اللاعبين فهم الاصدقاء ديالي، ان فريق الوداد البيضاوي كلهم عناصر اللي كانت معايا في فريق الشبان وفريق الاولمبي ولا في المنتخب المحلي. فالحمد لله انني ما غاديش يكون عندي واحد الهدف كبير باش نساجم مع المجموعه، كل ما هنالك ان المجموعه غادي نساجموا بيناتنا على هدف واحد، اننا نحققوا المراد ديال فريق الوداد البيضاوي اللي هو الالقاب ان شاء الله. هشام العمراني، بغيت نطرح عليك نفس السؤال من نفس الكلمه الاخيره اللي قلتي، واش الحلم ديال هشام العمراني هو تحقيق الالقاب وقياده الوداد الى تحقيق الالقاب؟ بطبيعه الحال، بطبيعه الحال، لان فريق الوداد البيضاوي ما يسمحش لك تلعب في الصفوف ديالو وما تحققش الالقاب، لانه فريق كبير وفريق عريق. نتمنى ان شاء الله اننا نحققوا الالقاب باش يكون هناك موسم جيد، ونتمنى ان شاء الله اننا نكون جميع اللاعبين في لحمه واحده باش نحققوا الالقاب لفريق الوداد. هشام العمراني، ككلمه اخيره شنو تقول لجمهور الوداد البيضاوي اللي كان يلح على انك تحقق فريق الوداد؟ هذه ماشي كلمه اخيره، اللي كنبدا به هو جمهور الوداد، لانني انا ملي كنت في فريق تيطواني ولا فريق الكوكب، انا من اشد المعجبين بالجماهير الوداديه، لا بطريقه الاحتفال ديالها، لا بطريقه التشجيع ديالها، لا بالنظام ديالها داخل الملاعب. فاللي زاد حفزني كثير هو التحق فريق الوداد البيضاوي والجمهور الكبير ديالو، لان ملي كتشوف جماهير الوداد البيضاوي في الملاعب الاحتفاليه ديالها كلاعب، انني كنطمح انني نلعب قدام هذا الجمهور، وشرف كبير لي انني نحمل قميص الوداد البيضاوي ونلعب قدام هذا الجمهور ديال فريق الوداد البيضاوي. القدوي، مرحبا بك في البدايه في الوداد، ومرحبا بك في الوداد بوان كوم. شنو تقول لنا عن انضمام الفريق الوداد؟ الحمد لله انا جيت سعيد بالنظام ديالي الفريق الوداد، يعني ماشي انا اللي غنهضر على التاريخ ديالو، فريق الوداد يعني صرح كبير بالتاريخ ديالو ولا باللاعبين اللي دوات ولا بالالقاب ديالو. الحمد لله انني ما جيتش من فريق صغير، جيت من فريق ديال الالقاب اللي هو الجيش الملكي باش نلعب فريق الوداد اللي احتوى فريق ديال الالقاب. يوسف، تكلمتي على الالقاب، واش عندك طموح انك تفوز بالالقاب مع الوداد؟ كيف ما فزتي بالالقاب مع فريق الجيش الملكي؟ كنظن ان اي لاعب ما عندوش طموح، يعني ماشي مع احترامي للاعبين، ماشي لاعب، اي لاعب كيطمح انه يحقق الالقاب في اي مكان، يمكن شي واحد يكون لعبها في الزنقه ما كيبغيش يخسر، يعني اي واحد كيبغي يطمح انه يحصد الالقاب. ولا سيما ما فرق كبيره، يعني ملي كتفوز باللقب مع الوداد او مع الرجاء او مع الجيش شي حاجه كبيره، ماشي بحال يعني فرق صغار، مع احترامي للفرق الصغار طبعا. يوسف القديوي، تنعرفوا ان المفاوضات بينكم وبين الوداد كانت الموسم الماضي، هذا الان وفيتي بوعدك الوداد من اجل الجمهور، شنو تقول لنا على جمهور الوداد البيضاوي اللي كان توا من بين الاسباب اللي خلاتك توقع؟ يمكن نقول واحد القضيه، انما المفاوضات كانت من السنه الماضيه، يمكن اللي ما عرفوش بزاف الناس ان المفاوضات يعني ما توقفات، واخا كنت كنلعب في السعوديه، يعني كنت قريب من بعض الناس اللي قراب من الوداد،
كنظن ان ديك الرغبه اللي كانت عند دوك الناس من السنه الماضيه يعني وقعت في السعوديه ومع ذلك الناس باقيين متابعين وكيطالبوا بانك ترجع وكلاب فيمكن هاد يعني هاد الالحاح اللي كان من هاد الناس كيبين ان الناس عزيزه عليهم الناس تيعشقوا داكشي علاش كان رد الفعل. يوسف ترددتي قبل ما توقع الوداد كنت اول ما جيتي من الوحده السعوديه جلستي رئيس الوداد البيضاوي علاش ما وقعتيش علاش اختي هاد المده كلها ووقعتي كان باش نصحح المعلومه يمكن انا ملي جيت من السعوديه يمكن يومين من مورا ملي جيت من السعوديه تلاقيت مع الرئيس نورمالمون خصني نكون في عطله يعني لماذا تاخر التوقيع؟ انا جيك الهضره جيت من السعوديه يومين قبل تلاقيت مع الرئيس وولده كان يمكن ما نقولش الشرط وانما كان طلب ان واحد الوقيته نجلس باش نراجع راسي وشويه نمحي ديك الفتره اللي دوزت في السعوديه ومن بعد نكملوا المفاوضات يعني ما كانش توقف ولا كان غير طلب انني ناخذ واحد المده نرتاح فيها ومن بعد نكملوا. كانت عندك العديد من العروض سواء خارج المغرب ولا داخل المغرب لماذا اخترت الوداد واش كان عرضه الافضل والاقوى؟ من غير هادشي كامل كان يعني الاحترام ديال بعض الناس اللي انا عطيتهم وعد ان الا كنت غادي نلعب في يعني بصراحه انا كنت كنقول راسي ان الا ما لعبتش في الجيش غنلعب في الجيش ملي لقيت الناس في الوداد كما قلت لك من السنه اللي الماضي يعني من شهر 12 ملي قربت سيري كونترا والناس تيقلبوا باش تجي الوداد يعني كيبين ان الناس راه كيبغيوك واخا ما كيعرفوكش داكشي علاش جا داك رد الفعل يعني بديك الالحاح ديال هذوك الناس كاحترام لهذوك الناس وكشكرا لداكشي اللي يعني ناس ما كتعرفهمش كيبغيوك تلعب في واحد الفرقه اللي هما كيبغيوها يعني ما تلقاش بحال هاد الناس كيبغيوك وهما مازال ما تيعرفوكش.